الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. كيف يجب أن يأكل طفلك في المدرسة؟ تشير التقارير التي تصدرها مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض Centers for Disease Control and Prevention إلى تضاعف عدد المصابين بالبدانة 2 بالنسبة للأطفال و 4 بالنسبة للمراهقين خلال الأعوام 30 الماضية، كما أن طفلاً من بين كل 3 أطفال يعاني من البدانة أو زيادة الوزن، فضلاً عن انتشار داء السكري من النمطين الأول والثاني بين الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و19 عاماً، علماً أن البدانة تعتبر من أهم العوامل المساهمة في زيادة هذه النسبة. إلا أن بعض الإجراءات المتبعة في الفترة الأخيرة قد بدأت تؤتي ثمارها، إذ أشارت إحدى دراسات المركز إلى انخفاض ملحوظ في البدانة بنسبة 40% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5، وقد كانت هذه النتائج أكثر وضوحاً بين عامي 2003 و2012، وذلك نتيجة لتحسن معايير التغذية والاهتمام بالتمارين الرياضية والتي تم التركيز على إدخالها في مراحل مبكرة من العمر. ولا بد من التأكيد على ضرورة زيادة حصة الطفل من الحبوب الكاملة والخضار والفواكه، إضافة إلى تحديد محتوى الصوديوم والطاقة في الوجبة الغذائية والعمل على استبعاد الدهون المتحولة (trans fats). أما فيما يتعلق بالمشروبات فيسمح باستخدام أحد الأصناف التالية: الماء العادي أو المنكه مع أو بدون الكربونات، الحليب قليل الدسم والذي يمكن أن يكون منكهاً أو غير منكه، كما يمكن الاستعاضة عنه بأخذ بدائل الحليب في الحالات الصحية التي تتطلب تجنب الحليب، عصير الفواكه أو الخضار الطبيعية 100%، المشروبات المنكهة مع أو بدون الكربونات والتي تحوي أقل من 5 حريرات للكوب الواحد. كما يمكن إدخال بعض التعديلات على التوصيات السابقة كحذف الحليب المنكه والاستعاضة عنه بالحليب العادي فقط، والتقليل من عصائر الفواكه لأنها تفتقر إلى الألياف، كما أن كثرة استهلاكها تسبب التسوس. وينصح بالاعتماد بشكل أكبر على لحوم الدواجن والأسماك والبقوليات بدلاً عن اللحم الأحمر واللحوم المصنعة، والابتعاد عن الدهون الصلبة واستخدام الزيوت الصحية مثل زيت الكانولا وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون عند تحضير الوجبات والصلصات. كيف يحرص الأبوان على تناول الطفل لوجبته المدرسية؟ إشراك الطفل في اختيار الأطعمة والنقاشات المتعلقة بها، والذي يعد من أهم الخطوات لزيادة شعوره بالمسؤولية والالتزام. تحضير أطعمة إضافية يستمتع طفلك بتناولها مثل الجبنة وبذور عباد الشمس أو اليقطين والفواكه الكاملة أو المقطعة والخضار، ليكون بإمكانه الاعتماد عليها إن لم يكمل وجبته الأساسية في المدرسة. وحاولي أن تقدمي أطعمة مختلفة، خاصة وأن الأطفال سريعو الاستجابة للتنوع. إعداد جدول أو سجل للأطعمة الخاصة بطفلك معتمدة على أسس التغذية الصحيحة للأطفال، مع استبعاد الأطعمة التي تناولها في المدرسة مسبقاً، مع إمكانية تقديم جائزة معنوية إن تمكن الطفل من تحقيق الهدف التغذوي الأسبوعي المحدد وفق الجدول. أخيراً، ينصح باستثناء البطاطا من الخضروات التي تقدمينها لطفلك نظراً لتأثيراتها السلبية على سكر الدم، واختيار ألوان متعددة من الفاكهة للحصول على أكبر قدر من المكونات المفيدة، إضافة إلى إدخال البروتينات الصحية كالمكسرات غير المحمصة والتي تؤمن بنفس الوقت جزءاً مهماً من الدهون الصحية. ولا ننسى الماء الذي يعتبر تناوله ضرورياً، وخاصة في حال القيام بنشاطات رياضية.